طبعا يعني هذا تتوج كل هذا الامر بوجود منتخب نرجع نشوفه مثل زمان الثمانينات نسلم ان شاء الله. نعم لكن ان شاء الله هذا الشيء هذا الهدف بيكون راح يتحقق خلال السنوات القادمه. على كل بحب شير ان المباراه النهائيه لمسابقه كره السله السيدات ستبث غدا طبعا مسجله عبر القناه التربويه الساعه 8 مساء سيكون بث للمباراه. جمهورنا بالتاكيد راح يتابع المباراه وراح يشوف فعلا مستوى كان مثير وصعب ولم تحسب الا في اللحظات الاخيره. هي حلاوه كره السله وهي حلاوه مباراه امبارح كابتن هلال. نعم هي كمان انه وضع المباراه انه هي مباراه نهائيه صحيح وما في اي تعويض فبده يكون دائما في شد عصبي ونفسي وبالاخر كمان الفريق بده يستقتل يجيب المباراه. هذا الشيء اللي صار مع الفريقين امبارح. برجع بذكر بوصول الفريقين للمباراه النهائيه والتشجيع الكبير عم نشوفه من انصار الفريقين بدور نصف النهائي. كان فوز الجيش على الاتحاد حقيقه كان فوز صعب. فريق الاتحاد العريق بثقافه الفوز بثقافه الحضور الكبيره عند هذا الفريق عذب فريق الجيش حتى تاهل فريق الجيش بالمباراه الاولى فاز بفرق 6 نقاط لكن بالمباراه الثانيه كان فوز كبير للاتحاد فرق 24 نقطه لكن المباراه الثالثه حسم فريق الجيش بفارق 6 نقاط وتاهل. اذا بانتصارين مقابل انتصار واحد بينما فريق الوحده تجاوز فريق الحريه بمباراتين متتاليتين وبالتالي ما عاد كان في حاجه للمباراه الثالثه بنتيجه 64-42 و71-47. هذا كان بالنسبه للنصف النهائي ما بين وصول صعب للجيش لعبها مباراه زياده. كيف يستفيد الوحده من هالمساله كابتن لجهه الضغط اللي عاشه فريق الجيش وبالمقابل كيف يوجد الجيش حاله التوازن اليوم في مباراه اليوم؟ طبعا مثل ما قلت الجيش هو لاعب مباريات اكثر لاعب ليوم زياده لاعب مباراه قويه كثير مع الاتحاد لكن الوحده لاعب مباريات مع الحريه. هذا الشيء ممكن يكون له سلاح ذو حدين كمان ممكن الجيش ياخذه من النقاط الايجابيه يستفيد منه كونه صلح اخطائه خاصه لما شفنا بالمباراه الثانيه مع نادي الاتحاد تمام صلح عدد من الاخطاء ممكن يكون استفاد منه اليوم. فريق الوحده اللي لعب مباريات سهله ممكن يكون هذا الشيء نقطه سلبيه بالنسبه له انه ما تجرب بشكل جدي واليوم رح تجي الامتحان الاساسي فممكن تنشا الاخطاء اليوم. اما من ناحيه التعب والراحه ففريق الوحده هو اجهز وخاصه انه فريق الجيش عنده نقص بلاعبه الخطير طارق الجابي اللي عنده اصابه افتقدوا بمباراه الاتحاد واثر على الحاله الدفاعيه. نعم الدفاعيه والهجوم السريع يعني طارق لاعب مهم جدا بفريق الجيش. تمام اذا الان يعني بانتظار الاجراءات والترتيب الرسمي لنقل الاعلام بدايه المباراه بالتعريف على اللاعبين بالدخول بانتظار ايضا تقييم صلاحيات الورود الحضور الرسمي في هذه المباراه تشكيله الفريقين والبدايه ستكون مع فريق الجيش حامل اللقب وحامل امال عشاقه الكثر اذا في مباراه اليوم مثل ما نشوف انس شعبان رقم 4 180 سنتيمتر على الشعبان دخول اللاعب جو مرجي اللي طوله 1.90 متر حكم عبد الله تصفيق كبير من انصار الفريق صاحب الطول الواضح 2 متر ايوب غاوي 1.85 متر يامن حيدر بطول 1.90 متر رقم 9 احمد خياطه 1.85 متر ونجم النجوم النجم الكبير نجم السلوي رامي مرجاني 1.85 متر يدخل اذا رضوان حسب الله ايضا بطول 2 متر كما حال حكم عبد الله دخول لعمر الشيخ علي اطول او ثاني اطول اللاعبين ب2.02 متر لاعب المنتخب ايضا يامن حيدر لاعب المنتخب خليل خوري لاعب المنتخب اللي دخل 190 سنتيمتر وويليام حداد طوله 1.92 متر واخيرا وسام يعقوب اطول اللاعبين 2.10 سم والخبره الكبيره لاعب الجلاء والوحده السابقين ولاعب الجيش الحالي. مدرب الفريق الكابتن الشاب خالد ابو طوق وهي سله مدربي الفريقين اليوم فريق الوحده باللباس البرتقالي
ومعنويات عالية بالتأكيد للفريق. علاء دربي رقم 4 متر و 80 سنتيمتر، دخول لفراس طهرة رقم 5 أيضا بنفس الطول، رقم 6 محمد حاضري متر و 90 سنتيمتر، رقم 7 عمر العلبي 195 سنتيمتر، والنجم مجد عربش رقم 8 يلعب المنتخب يتأهل مؤخرا إلى كأس آسيا في لبنان متر و 80 سنتيمتر. زكريا الحسين اللي تألق كثيرا في موسم الماضي شفنا مع فريق الكرامي متر و 85 سنتيمتر صاحب الرقم 9. مراد هاشم رقم 10 متر و 80 سنتيمتر. جميل أصدير رقم 11 لعب المنتخب وبطول مترين. عمال غميان رقم 12 مترين و 2 سنتيمتر. شريف العش رقم 13 متر و 85 سنتيمتر. منار حمد بطول مترين، والنجم ايضا نجم الفريق هاني دربي لاعب المنتخب مترين و 2 سنت، ومدرب الفريق الكابتن هادي درويش. اذا لاعبين ال 15 شفناهم الان بالصاله. طاقم تحكيم المباراة سيكون بقيادة حسام تلو، قاسم الحموي وأيمن صلاح، بينما يراقب المباراة الكابتن وفيق سلوم عضو اتحاد كرة السلة والمراقب الدولي، وإشحادي الرشي عضو لجنة الحكام الرئيسية. سنستمع معا إلى النشيد الغالي نشيد الجمهورية العربية السورية. نشيد سوريا الواحدة، نشيد سوريا المنتصرة دائما وأبدا، بفضل صمود كل الشعب السوري، صمود السوريين الشرفاء بالتأكيد، والذي أبقى ربض الحياة في الميدان الرياضي ويعود بقوة في كل ساحات الرياضة، في كرة القدم، في كرة السلة، في الألعاب الفردية، في الألعاب الجماعية. هذه صورة واحدة هنا من صالة الفيحاء، من قلب دمشق، دمشق الحبيبة، دمشق الرائعة، دمشق الياسمين دائما وابدا. وهذا الجمهور الذي وقف مع انديته رغم كل المحن واثبت انه ليس اللاعب الذي يضاف على التشكيل الاساسي ونتحدث عنه فيما بعد، بل هو اللاعب رقم واحد دائما وابدا. عم نشوف اذا بالنسبه لحكم عبد الله وكابتن فريق الجيش وعلاء ادبي كابتن فريق الوحده، وتقديم باقات الورود ما شفنا لسياده اللواء ياسر شاهين مدير اداره الاعداد البدني في الجيش والقوات المسلحه، العميد محسن عباس ايضا دخلت مباراه رئيس نادي الجيش، الكابتن طريف قطرش عضو مجلس الشعب، والسيد مهند طه رئيس فرع دمشق الاتحاد الرياضي العام. وبالتاكيد هذا الحضور يضيف حقيقه اهتمام كبير في متابعه هذه المباراة. إذا المنتظر انطلاق الصيد، راح نشوف الخمسة الأساسيين لفريق الجيش: حكم عبد الله رقم 6، أمين حيدر رقم 8، رامي مرجاني 10، عمر الشيخ علي 12، وويليام حداد رقم 14. بينما الخمسة اللي راح نحكي فريق وحدة بالبداية: علاء دلبي 4، شريف العاشر 13، مجد عربش 8، جميل أصدير 11، وهاني دلبي رقم 15. بعد غياب إذا فريق الوحدة عن البطولات وبعد غياب موسمين، وفريق الجيش بالمقابل هو حامل اللقب، ما بين حامل اللقب في الموسم الماضي نعم، وكان حامل الهموم فريق الوحدة في السنة الماضية. كيف ستسير المباراة؟ طبعا اختلفت الأوضاع شوية السنة، يعني نقص عدد من اللاعبين من فريق الجيش اللي أخذوا البطولة هذيك السنة، بالإضافة لأنه فريق الوحدة شبه استقر وعزز صفوفه بجميل صدير لاعب مهم جدا وزكريا الحسين. هذا الشيء قرب المسافات بين الفريقين،
فلذلك عم نشوف مباريات هالسنة نوعا ما متقاربة، رغم انه الافضلية الفنية بقيت لفريق الجيش خاصة من ناحية التبديل والاحتياط. تمام، اذا في شكل اخر بهالموسم تبدا المباراة الان، الكرة تكون مع فريق الوحدة، اول كرة ممكن تكون لفريق الوحدة الاجنبي. بداية راح نشوف يعني حقيقة الفريقين اللي شفناهم بالدور الثاني شفنا الارتداد السريع والدفاع الضاغط كان في فريق واحدة بمباريات سابقة، بالمقابل يعني حقيقة تميز فريق الجيش بوجود نوعية لاعبين مثبتين بالأرض الصالحة، أيضا بوجود لاعبين الارتكاز القوي، يعني عناوين إلى حد ما في الخبرة في شباب كابتن هلال. طبعا الكرة راحت من الوحدة، فريق الجيش عم يلعب بالخمسة الاعتياديين اللي عم يلعب معهم لعب فيهم بالمباراتين، نفس الشيء فريق الوحدة، هدول أكثر لاعبين خبرة بالفريقين. تمام. حاليا الفريقين عم يلعبوا بطريقة رجل لرجل، دفاع مان تو مان، بيعرفوا بعض الفريقين وراح يشوفوا شوية صعوبة بالتسجيل بالبداية. عمر الشيخ علي عم يشوف حاول التسديد، نعم الريباوند عم بيكون لمصلحة فريق الوحدة من الجميل جميل الكرة بكل ثقة. هاني دريبي تحت السلة، لكن في ضغط دفاعي من عمر الشيخ علي ويامن حيدر، تخرج الكرة بترجع لمصلحة الجيش. طبعا الجيش راح يعتمد مثل ما اعتمد بمباريات الاتحاد، إضافة للعب هجوميا، آخر الحلول الهجومية عم تكون مع رامي مرجاني واللي ماسكو علاء أدلبي حاليا، علاء عم يحاول يكون دائما وصار حداد على ثلاث نقاط، محاولة ثلاثية وأول ثلاثية، أول ثلاثية وليام حداد، نعم ثلاثة بظن أول هجمة أول المباراة مصاب التسجيل من داخل منطقة الثواني، الكل بده يتجه ل يكون تسديد من برا. برافو هاني دريبي عم يسجل ويلم الريبان مرة ثانية وعم يحصل على خطأ ضد يامن ضد رامي مرجاني. ثلاث نقاط راح يكون في نقطتين لفريق الوحدة، أول رمية بتضيع، تركيز كثير مهم كابتن يعني خاصة بداية المباراة حتى ما يصعبوا على حالهم الحساسية والأعصاب تكون موجودة. رميات فاول كثير مهمة، عم يسجل الثانية، إذا هذا يسجل النقطة الأولى، رد سريع عم بيكون وايضا بيرجع ويليام بيسجل، ولكن نقطه خمس نقط حتى الان الجيش بيسجلهم ويليام حداد. طبعا عم يحاول فريق الوحده يضغط ويليام حداد على اساس انه طويل وهو عم يكون كموزع، لكن بالمرتين عم نشوف عم يقدر يطلع من الدفاع ويقدر يسجل من النقطتين. لاعبكم السابق كابتن ويليام ولا عم بتكون باتجاه رامي مرجاني، أقول يعني في مفاتيح كثير كبيرة بالفريقين. رامي وبيسدد وبيسجل ثلاث نقط، ثلاث نقط رامي، حلوة كثير المحاولة، ثمانية واحد، بداية قوية للجيش. عم نشوف فريق الوحدة لسه عم يحاول يفوت تحت السلة. هاني دريمي كرة عم تكون باتجاه علاء ادلبي، صعوبة كثير بدنا نكون بالاختراق، بيرجع بهالكرة اسيست رائع عم بيكون وبيسجل دريبي نقطة الثالثة. حتى الآن اللاعبين مسجلين نقاط الفريقين هن اللاعبين، ويليام حداد مسجل لا ومع رامي مرجاني سجل 8 نقط مقابل 4 نقط لي أو 3 نقط لفريق الوحدة. حكم عبد الله يامن 8 3 إذا نتيجة. حاول التسديد ارتد الريباوند عم بيكون لمصلحة فريق الوحدة، اسيست حلو كتير وتحت سلة، لكن في خطأ عم بيكون على شريف العش. طبعا الهجوم السريع من الوحدة هو السلاح الأخطر له صحيح ضد فريق الجيش، لاعبينهم متمرسين بهاي الشغلة، مجد عربشة، شريف العش، علاء أدلبي، هذا الشيء شفناه حاليا. اللي عم نشوفه بالهجمات انه في كثير ضغط دفاعي، فريقين بيعرفوا بعض تمام،
حاول دائما يكون ضاعوا الرميتين من شريف كابتن حتى الان اصل اربع رميات ثلاثه ضاعوا للوحده وما عم يوقفوا على الريباوند لحاولوا يلموا يعني ما بظن انه في خطوره كبيره بالفاست بريك لفريق الجيش. كرة عم بتكون لوحدوية ومسجل نقطتين كمان عن طريق الهجوم السريع. عفوا مجد عربشي سجل نقطتين. مجد عربشي 8-5 فرق ثلاثة عم بيكون لمصلحة فريق الجيش. رامي مع رامي ايضا محاولة ثلاثية وبترتد والريباوند عم يكون لمصلحة فريق الجيش. عمر الشيخ علي ايضا معادي محاولة ثلاثية من رامي من جديد ايضا بترتد المرة الثالثة عم يسيطر عليه. ريباوند هجومي قوي لفريق الجيش مرتين متتاليتين. الكرة ما زالت مع اسرار على الثلاثيات الجيش. نعم تسرع يعني الشوطه هي مو بوقتها لويليام. ويليام عم يهجم فريق الوحده عم يحاولوا ينزلوا الطابه لجميل وهاني عم يخترق مجد عربشه عم يلم الكره ميامن حيدر لرامي مرجاني. هجوم مرتد سريع وعم يسجل على ثلاث نقاط. رامي مرجاني ما بتدخل جميل صدير عم يلم الريباوند وهجوم سريع جديد لفريق الجيش عن طريق علاء ادلبي. كرة على ادلبي عنده تركيز عم يشوفه طوال من الصعب انه يسجل عليهم. رامي عم يدخل لويليام ويليام عم يدخل ورا الدفاع. في استعجال كابتن واضح عم يكون ثلاث نقاط كمان ثلاث ثلاثيات متتاليه اصرار من فريق الجيش عم يسرعوا باللعب. الكابتن خالد يعني اشار لاعبينه بالعوده وقت عم يفقدوا فقد الكره عم يكون قتال سريع. يلعب يفتح الملعب لبرا ويحاول يشوط من ثلاث نقاط عن طريق يامن حيدر عمر شيخ علي و الوقت ايضا عم نشوف يعني انضم للحضور الرسمي بالمباراه الدكتور ماهر خياطه نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام وعضو مجلس الشعب وايضا السيد اسماعيل الحلواني عضو المكتب التنفيذي. كمان عم نشوف 8-5 نسبه تسجيل ضعيفه كابتن يعني متوقع هذا الشيء لانه مباراه حساسه ما في اي تعويض. بده يحاولوا الفريقين انه يكونوا مرابين بعض كثير منيح. هذا الشيء عم نشوفه دفاع قوي دائما على الفريقين خاصه انه بيعرفوا بعض وبيعرفوا طريقه لعب بعض. تمام حلوه كثير المحاوله لكن كان في خطا مشي على عمر شيخ علي لكن حركه لا باس فيها جهد منيح. لازم فريق الجيش يلعب تحت السله اكثر. فريق الوحده تقريبا عم تكون عم يجبروه فريق الجيش على انه يدخل. خطا على رامي عم بيكون راح يكون في عندنا رميتين لفريق الوحده. الوقت راح نشوف تبديل بفريق الجيش راح يكون دخول انس شعبان. انس شعبان عم يدخل عم يطلع رامي مرجاني. عم يريحوا المدرب لياخذ شوي وضع المباراه. في عليه رقابه كثير قويه وتبديل دفاعي دائم بالذات على رامي مرجاني. ممكن بهذا التبديل انه يريحه ويعطي كمان فرصه لانس شعبان ليزيد من نشاط الفريق. ضغط دائما على نقطتين عم بيكون على ادلبي. فرق نقطتين لمصلحة فريق الجيش متقدم 8 نقاط مقابل 6. حكم الكرة عم تشوف محاولة ايضا بغير رأيه في محاولة ثلاثية لويليام. ويليام بيدخل تحت السلة والكرة بتضي لارتداد سريع عم يكون مصلحة فريق فرصة التعادل ممكن تكون أول مرة في المباراة لكن ريباوند ناجح وممتاز كان لمصلحة فريق الجيش ومن عمر الشيخ علي تحديدا برد بشكل سريع. حكم عبد الله والخطأ عم يكون لمصلحة فريق الجيش ولي حكم. شفنا هجوم سريع ثلاث مرات تقريبا من نادي الوحدة من اللاعبين الأجنحة ما عم يقدروا انه يسجلوا فيه لانه عم يرجعوا لاعبين فريق الجيش الترانزيشن ديفنس بسرعه خاصه لاعبين الطوال وخاصه عمر شيخ علي. خلينا نشوف اول رمي حر عم تكون بالمباراه لفريق الجيش. حكم بضيع الرمي الثاني
تتسجل وبيرفع رصيده الى النقطة رقم 9. تسعة مقابل 6 لمصلحة فريق الجيش. الوحدة مثل كمان عم يسجل جميل كثير تحت السلة، بيعطي لهاني لكن في خطأ مشي كمان على يعني التيرن اوفر عم نشوفه شوي على هانتي عالية على الفريقين، خاصة بانه لسه ما قطعنا وقت كبير من المباراة. ايضا موضوع الرميات الحرة كابتن، يعني التسجيل ضعيف في هيئة الضغط واضح كان بالربع الاول مثل ما عم نشوف الان. انس شعبان، عمر الشيخ علي وبسدد وبترتب المتابعة الحلوة عم تكون ونقطتين. حاكم عبد الله بسجل، يعني بتميز فريق الجيش عن الوحدة بطول قامة حكم عبد الله كجناح عن لاعبين الأجنحة للوحدة، فعم نشوفه دائما على الريباوند عم يقدر انه يكمل. هاني دريبي بيعمل حركة حلوة، بيقدر يدخل على السلة ويعمل موف وياخذ فاول من يامن حيدر. رميتين لهاني دريبي حتى الآن، 6 رميات يعني كابتن، سجل 2 فقط من أصل 6. 6 نعم. رميات الحرة طبعا مهمة جدا بهاي المباراة بالذات، لأنه رح يكون في أخطاء كبيرة كثير، عدد كبير، وبده يكون في رميات حرة كثيرة، فاللي بيسجل عدد نسبة أعلى من الرميات الحرة بيكون الفوز أقرب له أكيد. 11-7 عن وقت التقدم لمصلحة فريق الجيش. نتمنى نشوف حكم، حكم تأسيس أسيس جميل حلو كثير ومتابعة ونقطة وتصفيق بالتأكيد عم بيكون مثل ما شفنا الفريق نزل حكم عبد الله تحت السلة. شوف عم تخلخل دفاع الوحدة، ريباوند لعمر وبسجل نقطة. نعم عم تخلخل دفاع الوحدة، هذا الشيء عم يخلي البيفوت يساعد عليه ويقدر يكملوا البيفوتية الباقية. 13-7 5 عمر شيخ علي، هو ممكن يكون ارتداد سريع حلو كثير عم تكون لفريق الجيش. عمر الشيخ علي، حكم بتركها لانس الشعبان، انس دفاع وكثير عم يكون من فريق وحده بها الكرة. عمر بحاول ياخذ خيار التسديد والكرة بترتد والريباوند بترجع لمصلحة فريق الجيش. عم يحاول فريق الجيش انه يطول الهجمة، يقدر يكون تحت السلة مثل ما شايفين عنده يا حكم عبد الله انه يشوط من برا. كمان تيرن اوفر اللي عم يكون دائما بعدد كبير لحد الان، لازم ينتبهوا الفريقين. تايم اوت بيطلبوا فريق الوحده. 13-7 النتيجه. إذن عدنا لمتابعة ما تبقى من الربع الأول. المباراة النهائية لمسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة، وفريق الجيش مقدم ب 13 نقطة مقابل 7. طبعا بعد تايم أوت لحد الآن الوحدة ما أجرى أي تبديل، مقابل تبديل واحد لفريق الجيش بالنزول نقطتين دخول بخروج رامي مرجاني لمجد عربشي والنقطة رقم 4 دخول انس شعبان مكانه. 13-9
نزل فرق الأربع نقط لمصلحة فريق الجيش. حكم عم يلعب على تحت السلة على شريف. هو بيسجل نقطتين. نقطة رقم 5 15-9 بيرجع الفرق 6 لمصلحة فريق الجيش المحافظ على تقدمه حتى الآن. عم يكون على الوحدة في مراقبة كتير قوية على اللاعبين اللي عم يشوطوا على شريف العش ومستعرجة. نعم عم يضطروا انه يدخلوا تحت السلة. تحت السلة في نسبة طول عالية لفريق الجيش، ما عم يرتاحوا. شايفين مجد عربشة عم يدخل لانه ما قدر يشوط. برافو عليك، جول ممتاز حلو. عم يسجل نقطتين، اربع نقط بطريقة صعبة. دخول ممتاز كان تحت السلة وسجل نقطته اساسة. 15-11 فرق اربعة لمصلحة فريق اللي بيحاول ينهي الربع الاول لمصلحة يكسب الوقت للحفاظ على مدة الهدم بشكل واضح. ما عم نشوف بتدوير الكرة الان. انا الشباب بياخذ خيار التسديد وبترتد وبتبقى واجهة جديدة عم تكون لمصلحة فريق الوحدة، لكن الكرة خرجت لمصلحة فريق الوحدة. الثواني الاخيرة اذا بتمنى نشوف 16 ثانية على النهاية. 15-11 مصلحة فريق الجيش الربع الأول. مباراة نهائية لمسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة. فريق الجيش بيتمنى حامل اللقب، وفريق الوحدة اللي عم يسعى يعود إلى سكة البطولات بعد غياب موسمين. ونعم يكون من جديد في العربشة، لكن قطية الوقت انتهى تماما. الوقت انتهى اذا، والربع الاول عم ينتهى الى تقدم فريق الجيش 15-11. شفنا مراقبه كثير قويه على لاعبين الوحده، وبالمقابل مراقبه كثير قويه على رامي مرجاني. اضطر المدرب انه يريحه وينزل انس شعبان. كان فريق الوحده عم يعتمد على اللاعبين اللي تحت السله، على ما قدروا يشوطوا اللاعبين اللي برا. كانوا عم يقدروا يدخلوا شريف العش ومجد عربشة. هذا الدخول عم يلاقي يصطدموا بحاجز قوي من دفاع الجيش. بالمقابل فريق الجيش بالهجوم كان عم يعتمد على الميس ماتش، على فارق الطول بين حكم عبد الله ومدافعين فريق الوحده اللي كانوا اقصر كطول. قدروا يسجلوا من الريباوند الهجومي ومن تنزيل الكره لتحت السله لمصلحه الحكم. إذن بانتظار الربع الثاني. عموما نسبة التسجيل قليلة كابتن، يعني كان في يعني السكور ضعيف نوعا ما. تيرن اوفر عالي، في شيء 4 تيرن اوفر على كل فريق تقريبا. الهجمات الضايعة مثل ما شفنا، يعني الفريقين ما عم يخلوا بعض يلعبوا بالطريقة اللي بيرتاحوا فيها. كل فريق بيعرف الثاني، حافظينهم. مثلا فريق الجيش ضاغط على اللاعبين المسددين من نادي الوحده على المنطقه الخارجيه، عم يضطروا انه يدخلوا. لما عم يدخلوا عم يصطدموا بدفاع طويل لاعبين طوال من الجيش. نفس الشيء سوى الوحده مع رامي مرجاني، ضاغط عليه كثير، عم يعمل عليه تبديل وسويتش باللاعب الاطول، فما عم يقدر انه ياخذ الفرصه. هذا الشيء سبب بانه يكون سكور نوعا ما قليل. بتمنى نشوف اذا الجمهور اللي عم يتابع المباراه، يعني منظر الصالح حقيقه من احلى ما يكون. بعيد بينا الى زمن جميل حقيقه لمباريات كره السله اللي بفتره من فترات كنا نقول عنها اللعبه الشعبيه الثانيه في سوريا. طبعا تبقى لكره القدم سحرها الخاص بالتاكيد، والحضور الذي يطفي بالتاكيد على المباراه بشكل كبير. اعود ويعني اتوجه حقيقه بالشكر الكبير اللي حصل بالتعاون بين الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون والقناه التربويه السوريه، و يعني تنفيذا للتفاهم اللي حصل حقيقة ما بين وزارة الإعلام ووزارة التربية من قبل السيدين الوزيرين السيد مهندس محمد رامز ترجمان وزير الإعلام والدكتور هزوان وزير التربية، في أن تتسع مساحة النقل وأن تكون القناة التربوية أيضا شريك معنا في النقل في قنوات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لنقل هذا النبض الرياضي الرائع في مختلف الألعاب. وإن شاء الله يعني هذا أول غيف بالنسبة للنقل الرياضي عبر القناة التربوية. سيكون أيضا مقولات إن شاء الله وفي أكثر من لعبة، الكل يعمل لهدف واحد بالتأكيد عكس هذا النبض الرائع. ينطلق الربع الثاني إذا للمباراة، يعني انتهى الربع الأول 15-11. أتمنى يكون ربع أفضل وأهدى شوي من اللاعبين، لأن كل يعني الهدوء بيعكس بشكل أفضل بالتأكيد.
تشوف قلة التركيز اللي عم تحصل والتسرع. حياة الكابتن خالد يعني ردة فعله كانت كثير على الكرة اللي ضاعت. نشوف محاولة الثلاثية أولى لفريق الوحدة لكن ترتد الريباوند لمصلحة الفريق. علاء دلبي محاولة جديدة عم تكون في صعوبة للاعبي الوحدة دي الدخول الهالي. محاولة الثلاثية بترتد ولكن عم بيكون أيضا نشوف الريباوند كابتن. نعم ثلاث مرات حاول الوحدة يعمل محاولات على السلة لكن ما قدر. أول وحدة الفاس بريك عم نشوف حاليا شريف العيش عم طلع الكرة على أدلبي على ثلاث نقاط لكن تسديد عم يكون مع مراقبة قوية كثير صعب ما عم يكون في تركيز. ويليام حداد وبيسجل نقطتين. ويليام حداد بيسجل نقطتين والنقطة رقم سبعة التاسعة سبعة لويليام حداد. سبع نقاط لويليام اصل 17 نقطة. عم يستفيد الجيش كثير من نسبة فارق الطول لحكم عبد الله ولويليام حداد. ويليام حداد بالهجوم السريع عم يقدر يفوت على اي لاعبين مدافعين من البلاي ميكر ولا الهجوم ولا الاجنحة. وحكم عبد الله لما يكونوا في لعب 5 على 5 عم يقدر يتوغل بالثواني ويدخل. ويليام معه الكرة ليامن. يامن تحت السلة بيدخل لكن مرتد الريباوند عم بيكون لجمال. الكرة من السلة هجوم مرتد للوحدة. كرة مع مجد عربشة عم يحاول يدخل على الثواني فعلا بيدخل لكن حلوة كثير كانت على طريقة النجم الكبير محمد أبو سعد بهالكرة. نعم عم يلعب كويس مجد عربشة نسبه عالية. معلش ترجع نشوف اذا قدرنا زميل انس باي لحظه الكره السابقه. حقيقه حلوه كثير السله تسجل في سلات حلوه لكن توقف. لا شوف كابتن هاللقطه هي الذكاء الكبير بطريقه. نعم في ذكاء وفي مهاره وفي توقع على الدفاع. زت الطابه قبل ما يجي الدفاع. ست لقط سجل بها هالطريقه. رد سريع عم بيكون لفريق الجيش. ايضا كره بتتابع الريموند بتفوت منه حتى مساحه فريق الوحدة. 17-13 النتيجة. فرق أربعة لقى فريق جيش مقدم من بداية المباراة مثل ما شفنا من جديد بيحاول فيها مجد حياة. لاعب كبير ما له لأول حل أبدا دفاع فريق الجيش حتى الآن. رد سريع بيكون من ويليام بنزل الكرة ليامن حياة دروة وحتى ما عم نشوف شو بها الكرة. ما في أي شيء أبدا. رد سريع عم بيكون و كثير كانت يعني انا حلو البلوك بس مو حلو الحركه تبع عمر شيخ علي بعد البلوك. يعني حلو الحماس وكل الناس حبوا الحركه بس مو ضروري انه يطلع اللاعب وهذا شيء طبيعي للاعب ارتكاز يعني. لا عمر شيخ علي لاعب حلو لاعب جديد. عم شوف لا ايه انا عم بحكي عن الحركه اللي بعد ما صار البلوك يمكن هي مو مصوره بال شو اسمه لازم ينتبهوا لها. حلو هذا حسب انك كابتن كمان لانه هذا الشيء بيصير الجمهور صح وهذا الشيء بيوتر اللاعبين. هاي مهارة لاعب بدنا نحترمها وقت تكون موجودة يعني لا هو اللي عمل المهارة هو اللي عمل هاي لكن مو ضروري انه بشكل مباشر يطلع اللاعب الثاني ويعطيه يعني تهبيط لمعنوياته ولا شيء. تمام على كل حال المباراة يعني بعدها بنفس العنوان اللي بلشت فيه. في سرعة عم بيكون في تسرع أكثر من يعني واضح حتى السرعة في فرق كبير. من في محاولة ثلاثية أنس وبترتد بالريباوند اللي حكم لكن في صافرة عم بيكون. عم نشوف وسام يعقوب عم ينزل محل عمر شيخ علي. عم يحاول فريق الجيش هلا انه يزيد نسبة الطول. تعبوا فريق دفاع الوحدة. عم يحاول انه ينزل وسام يعقوب نسبة الطول عنده عالية. اول مشاركة عم تكون لي وسام. هي ميزة عند فريق الجيش كابتن وجود لاعبين بكل مركز يعني بنفس المستوى تقريبا ما بين الاساسي والاختيار. هاي ميزه عند الفريق طبعا. هذا الشيء لازم يكون بكل فريق لكن بالارتكاز بالذات تمام. فريق الجيش عنده عدد كبير من اللاعبين صح. هذا عم نشوفه الان يعني حصل مع دخول وسام بدل عم نشوف صعب الموضوع يعني صحيح. صعب نسب وسام بالدفاع وجود الدفاع ويليام اسس حلو كثير عم بيكون ليامن. كرة دفاع كمان دفاع الوحدة كثير حلو صحيح. خلينا نشوف بيبيع الكرة لكن في خطأ هجومي عم بيكون خطأ هجومي على مجد عربشة
كل فعل كثير هي تجي كثير كبير اللي عم بيكون واضح نعرف انه بده يهدي شوي. فريق الوحده ما عم يلاقي الا فرصه الدخول تحت السله وهي كانت فرصه من هجوم سريع لكن وقف بذكاء انا الشعبان لمجد عربشة وقدر ياخذ منه الخطا الهجومي. رامي بيرجع بيدخل كابتن. نعم. رامي حاليا بده يدخل لكن في تايم اوت لفريق الوحده مره ثانيه. خلينا نسمع المدربين شو بيقول. إذن 5 دقائق و52 ثانية عن نهاية الربع الثاني. يعني حقيقة مضى الوقت سريع لكن نسبة التسجيل عم تنزل كابتن. نقطتين فقط تكون الفريق حتى الآن بالربع الثاني. ما في نسبة. عم يكون أعصاب مشدودة كتير. دفاع كتير لازم يطلع الفريقين من هالشكل. عم يفتكروا اللاعبين للمهارات الهجومية ضد اللاعبين الطوال. هذا الشيء تيرن أوفر مثل ما عم نشوف. عم تطول الهجمة كتير للفريقين خاصة لفريق الجيش بالفترة الأخيرة. عم يدوروا الطابة زيادة عن اللزوم. ما عم تكون الفرص ما عم تجي بآخر فرصة بآخر هجمة. ما فرصة مضبوطة. ترتد الكرة للوحدة. الوحدة عم ينزل زكريا الحسين رقم 9 مكان شريف مكان مجد عربشة اللي صار عليه طلب الفاول. اول مشاركة بتكون زكريا جميلة جدا وممكن يسجل الكرة لدريبي والريباوند اللي عم يكون ايضا بتضيع. كان بيكون في خطأ راح يكون ممكن يستفيد منه بالتأكيد. طبعا نزول وسام يعقوب كثير بده يأثر نسب فريق الوحدة خاصة انه فريق الوحدة بيعتمد كثير على هاني دريبي وعلى جميل صدير تحت السلة. سجل 3 نقاط من رميات. هي النقطة رقم 4 مقابل 5 رميات ضاعت لفريق الوحدة. الرمية الثانية هاني دريبي والكرة ما بتدخل. حتى بالرميات الحرة في نسب كبيرة عم بتضيع من 17-14 الفرق 3. هي واضح يعني الكابتن خالد ابو طوق ما راضي ابدا بطريقة يعني انا امامي هو يعني بطريقة تعاطيه مع التبديلات مباشرة اتجه الى الكابتن رضوان حسب الله وطلب منه يحضر حاله للدخول. شفنا كرة مشتركة بين وسام يعقوب وجميل صدير. عفوا اللي تماما مصاب شوي على سارة وسام يعقوب بس انه اللاعبين هن من نفس النادي هن اصلهم من نادي محردة عم يلعبوا حاليا ضد بعض واحد بالوجه والثاني بالوحدة. الوقت يا من حيدر شفنا اخرجوا الكابتن خالد ابو طوق ودفع لرضوان حسب الله. رضوان حسب الله حاليا بده يحاول انه يسحب دفاع الوحده شوي من المنطقه ولانه هو بجيب تسديد من 3 نقاط فممكن يضطر دفاع الوحده انه يفتح لبرا وبالذات يقدر هو سامي اخوي بيلعب 1-1 تحت السله.
ايضا عم نشوف كمان ثلاثيه حلوه كثير عم تكون، ثلاثيه لزكريا الحسين اول نقاطه في المباراه، التعادل لاول مره التعادل بالمباراه بعد ما كان الجيش متقدم من البدايه. أنس بيحاول يكسر التعادل، لا بيبقى التعادل قائم 17 نقطه لكل فريق لاول مره بثلاثيه رائعه كانت من زكريا الحسين. يعني مثل هاللمحات الحلوه بتحلل المباراه، بنشوف الثلاثيه وكان يبحث عن تقدم اول بتسديدة ريدريمي، لكن الريباوند عم بيكون لرامي، رامي مرجان، رامي عم يحاول يدخل، رضوان مثل ما شايفين عم يتحدى أنس شعبان، محاولة ثلاثية كرة مع الوحدة، الوحدة كأنه نزول زكريا الحسين لاعب نادي الوسبة ونجم نادي الكرامة بالموسم الماضي، ألق كثير مع الفريق خاصة بالتسديد، قدر انه يعمل شيء يقدر يسجل. برافو هاني الريبي، هو منال الحمد، منال اول مشاركة لإله تحت السلة، بلوك ما مكتوب لفريق الوحدة انه يحقق نقطة التقدم. رامي مرجان، والكل عم بتقول لوسام رجع فيها لرضوان، انس شعبان، انس 5 ثواني، 4-3-2 على النهاية، رضوان الكرة انتهى. يعني ما معقول هالهجمة، يعني صح صوت المدرب وعم بيعد لنا للاعب انه الوقت 7-6-5 راح يخلص الوقت. طبعا والله يعني المدربين مرات بتفوتهم اللاعبين، خاصة لما تكون الأجهزة والتجهيزات ما كثير واضحة. رضوان يمكن مفكر فيه لسه، لا رضوان لاعب خبير يعني بيعرف هاي الشغلات، لكن هو كان مفكر انه باقي 3 ثواني نزل الكرة، كان الوقت خالص. اخر 259 ثانية على نهاية الربع الثاني من المباراة النهائية مسابقة كأس الجمهورية بطولة السلة، وما زال حتى الآن التعادل يسيطر بنتيجة غريبة حقيقة على صعيد ضعف التسجيل. يعني بمباراة نهائية، شوف الشد العصبي، هذا مؤشر لوحدة كابتن فريق بخبرة فريق الجيش، بثقة له هجمة بتبقى معه 24 ثانية بينتهي الوقت ما بيقدر يسدد الكرة وما بيستفيد منها، هذا لحاله يعني كمان مهم. ما بدنا ننسى وجود الجمهور، صحيح هذا الشيء ما عم يكون بكل المباريات، ما متعودين عليه اللاعيبة كثير، عم يكون بعدق بمباريات يعني اسمه كثير هو مبرر على فكرة، يعني أنا معك بهالنقطة، بس إنه فريقين عنده ثقافة يعني هالمباريات طبعاً إنه المفروض اللاعب بكل صراحة يعني لازم الوضع يكون أفضل من الفريقين. ان شاء الله بيتحسن بالربعين الثالث والرابع. اللي حصل لاول مره يعني 17 نقطه وليتين تحكيم منصف عن نهايه التحكيم لحد الان ماشي بشكل جيد جدا، الحكام الدوليين حسام تلو وقاسم الحموي وايمن صلاح يعني عم يحكموا بهدوء ورويه، و تقريبا الاخطاء ما فاتتهم بالمره، بس يعني مسيطرين على اللعبه، ان شاء الله تبقى هيك اللعبه الاخر ان شاء الله. بيرجع بيبقى طبعا على المستوى التحكيمي ويكون فعلا بشكل جيد، 18-17 بيرجع الجيش يتقدم بفرق نقطه على التقدم لاول مره لفريق الجيش، اول مره يتقدم فريق
علاء لاعب ذكي كثير رائعه كانت لعلاء والذي تقدم 20-18 فرق نقطتين، اول تقدم للوحده والكره بترتد ومتابعه حلوه ونقطتين عم بيكونوا من زكريا الحسين. النقطه الخامسه لزكريا فوره وحداويه خلال ثواني قليله رفعت الفارق الى 4 نقاط كابتن. هجوم سريع، هجوم سريع، بطء بالهجمه من فريق الجيش وهجوم سريع للوحده، عم يستغل الوحده بطء الهجمه اللي عند الجيش، عم يقدر يطلع بيقطع الكره ويعمل له تيرن اوفر او كره بطيئه ويعمل باس. شوف الجمهور زميل انس قبل ما تنلعب الكره، شوف الجمهور حقيقه تحرك بشكل كثير حلو، يعني اجمل راح احسبهم بالثواني، اجمل 10 ثواني في المباراه، اجمل 10 ثواني اللي مرقوا مثل ما قلنا فريق الوحده صار عنده نسبه تسديد عنده عاليه بوجود زكريا الحسين مع علاء ادلبي وشريف العش. اسيست حلو كثير عم نقطتين ورميه اضافيه خطا لهاني دريبي بطريقه صعبه سجل، لكن تمريره جميله من منال الحمد لهاني دريبي تحت السله 24 كثير دخول منار ارتفع نسبة الطول كابتن بشكل جيد بفريق الوحدة. يعني فريق الجيش صار بطيء وفي نفس الوقت فريق الوحدة نقطة 25 ما عنده اللاعبين تحت السلة الا التبديل من برا، هذا الشيء عم يخلي في دائما في سرعة، نعم سرعة انقضاض بالفريق 25 20 مثل ما عم نشوف دقيقة و22 ثانية على النهاية، فريق 5 لأصحت فريق الوحدة بتقدم بفريق 5 نقاط على ورام بتخرج ثواني كثير صعبة عم بتكون ب أواخر الربع الثاني طبعا الربع الثاني لمصلحة فريق الوحدة بكل النواحي الدفاعية والهجومية ما عم يقدر يخلي الا شايفين فريق الجيش ما عم يقدر يفضي اللاعبين اللي هو بده اياهم مثل رامي مرجاني مثل حكم عبد الله مثل اللاعبين اللي تحت السله، وبنفس الوقت عم يحاول يلعب برا كثير. فريق الوحده بالعكس عم يسوي الفاست بريك وعم يحاول يشدد ويشوط لما يصح له. برافو رامي، عم رامي ممكن يخلص لكن سله طبعا ولكن نقطتين بعد ما تضرب الكره بالبورد ما بيحق له حدا يلمس الكره. 25-23 25-22 فرق 3 النقطة الخامسة كانت لرامي، النقطة السابعة لرامي 25-22 محاولة ثلاثية رائعة جدا حلوة حلوة كثير كانت من شريف العش، خطأ من برافو شريف العش من مسافة بعيدة لكنه ويليام ما حاول انه يدافع عليه. أول 3 نقط برفع لأكبر فارق عم بيكون أو لثاني أكبر فارق، وصل لـ7 الآن فرق 6 28-22 الوحدة. رامي مرجاني برافو حسام تلو الحكم اللي ما عم يتساهل ابدا بوجود فولات، لانه هذا القانون وهذا القانون الدولي ما بيصير اللاعب يلمس لاعب وهو عم يدافع عليه. رامي اول رمي بينجح بتسجيله 28-23 وبينزل الفرق لـ4 اخر 6 ثواني على النهاية وبينهي فريق الوحدة بنقطتين وبيرفع رصيده إلى النقطة رقم 30 مقابل 24 وبيكسب إذا الربع الثاني والشوط الأول بالتالي 30-24 فريق 6 فريق 6 طبعا مصلحة فريق الوحدة الربع الثاني لمصلحة فريق الوحدة واضح قدر إنه يسكر كل المنافس على فريق الجيش. فريق الجيش ما استغل نسبة فارق نسبة الطول مع حكم عبد الله ونزول وسام يعقوب ما افاده، بالعكس الوحده سرع اللعب بهي الاثناء وقدر ياخذ هجوم سريع. يعطيك العافيه كابتن، شكرا لكل مشاهدينا عبر القناه التربويه السوريه. اذا الربع
اول مش بنتقدم الى مصلحه فريق جيش فرق اربعه، لكن بمحصله الربعين الوحده عم يتقدم 30-24. بعتقد بلشت المباراه الدقائق الاخيره بلشت تشوف مستوى حلو للفريقين. رح نرجع لاستديوهاتنا في القناه التربويه وبعد 10 دقائق ان شاء الله لنا عوده لمتابعه الربعين الثالث. عشقنا الأزلي من ذكرك نستمد الصمود، يا باقة من عطر يفوح إليك نهدي الروح، ليصبح حبك زادنا وعشق اسمك روعة وجودنا. بشوارع الياسمين ورجعين يا هوا رجعين، عشوارع سوريا سيزهر الورد ويحمل عبق العبير، وسترحل الأحزان دون عودة ومع الرياح تطير. سنتغنى باسمك جيلا بعد جيل ونرمي أعداءك بحجارة من سجيل. سوريا يا بلد الحب والياسمين، سوريا أنت المعشوق الأول والأخير، أنت قلب المحبين. سوريا يا منارة نهتدي بها مهما ضل أبناؤك الطريق، فهم إليك راجعون. ونرجع البيوت نرجع نشقيها ونراعينا عليها، ونخلق حلم جديد لا دم ولا بواري، والناس اللي فيا هي اللي رح تحميا من ظلم الغدارين. ورجعين يا هوا رجعين، عشواري عين ياسمين، رجعين يا هوا على داري. يضيء لك الليمون بياضها، حيث للبياض في حواريها قصة تماما كما الضوء، يتدرج على عينين حالمتين وينبعث الشعر خيط فضة ينسكب على بشرة بردة حلم ووعد. أتجول في حارات دمشق الطيب، تستيقظ العيون العسلية لتسلم عليه.
تلبس النجوم أساورها الذهبية وتسلم عليه، تحط الحمائم من أبراجها وتسلم عليه، وتقفز فراشات الروح في سماء تكنس الحواري بخطى الياسمين. هنا أيضا للياسمين حكاية، دفقة عطر تعب مرة وتسكن الروح. صباحا ينهض القلب إلى دمشق، صباحا ينهض القلب إلى دمشق مسرعا يتعثر بالندى، باحثا في أروقة الضوء عن وجوه الأصدقاء، عمتم حبا وياسمينا. في كتاب الغار، في كتاب الغار أكاليل أمسكم، على حبال الشمس أناشيد المريميات، دمشق تفاحة الشرق نشوة الأزل، دمشق تفاحة الشرق نشوة الأزل، بداية الورد غواية الحجر، نجمة الغيب سرة التراب، أغنية الماء في ضحكة ولد، نهاية الدمع ورعشة العطر في خلايا الجسد. هنا لا تبحث عن سبب لتعتنق حبها وتعيشها طفلا وشابا وكهلا. دمشق عشتك ريعانا وخافقة ولمة، والعيون السود والأرقى، وها أنا ويدي جلد وسالفتي ثلج ووجهي عظم كاد أو عرق. وتهمس في أذن بردة إذ تتنفسها، ويحلو لك أن تبقى دهرين أو أكثر. مر بي يا واعدا وعدا، مثل ما النسمة من بردة من بردة. هنا تنتظر أن تمر على مخمل حجارتها لتدرك معنى انحناء الطيبة في عكاز عجوز، حيث يعبرك آلاف ممن كانوا المكان والزمان، ويراك من يأتي غدا في همس الجدران والقوافي. في دمشق تطير الحمامات خلف سياج الحرير اثنتين اثنتين، في دمشق أرى لغتي كلها على حبة القمح مكتوبة بإبرة أنثى ينقحها حجل الرافدين. دمشق إغواء الشعر في مدينة حاضرة أبدا في ذاكرة الروح، لحظة صار لعراقة المكان غواية الماء، ولزهر اللوز حكاية. And against Syria. A will promised, ratified the covenant. Instructors challenged, they were up to the challenge. Eyes pending with generation builders. Hands wrote letters to be carved in all the world hearts and minds, saying, "You whom looted my blood, desecrated my home, killed my mother, father, and my childhood friends, broke my pen, and traded with my innocence. You will not steal my future. I am a Syrian. My virtuous blood is Syrian.
My home. My mother and father are Syrians. My pen is Syrian. My innocence is Syrian. My homeland is Syrian. It is whom taught you the letters and exported the alphabet to you and entered you into history. We are its children. It taught us before you that our minds and will has to be optimistic. For our part, we swore with each speck of its dust to keep its flag flapping, and it will. من جديد مرحبا بكل مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة القناة التربوية السورية. عدنا بكم إلى صالة الفيحاء بدمشق لمتابعة الربعين الثالث والرابع من نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة، مباراة التي تجمع الوحدة والجيش. وقد انتهى الشوط الأول إلى تقدم فريق الوحدة ب 30 نقطة مقابل 24. ينطلق الربع الثالث، إذا ربع أول شفنا انتهى لتقدم الجيش 15-11، الربع الثاني أنهاه الوحدة 19-9، يعني زادت نسبة التسجيل عند فريق الوحدة بشكل واضح، بينما أيضا انخفضت نسبة التسجيل عند فريق الجيش بشكل واضح. وبالتالي محصلة الربعين 30-24، 6 نقاط الفارق لمصلحة فريق الوحدة. كما نتابع برجع برحب فيك كابتن هلال، ويعني بشكل سريع إحصائية الربعين نحكي عنه ملامح الربع الأول والثاني. سكور بشكل عام ما كان عالي، موزع سكور يعني 8 نقاط مقطوعة بكل رامي مرجاني، هاني دريبي ومجد عبد الشهر حاليا عم يسجل رامي مرجاني نقطتين، عم ينزل الفرق لأربع نقاط. فريق الجيش رجع لنفس التشكيلة اللي بدأ فيها المباراة، نسبة الطول اللي هو عم كان عم يستفيد منها حاليا أعلى، خاصة بوجود حكم عبد الله. مرة تانية بهجوم الوحدة لكن ما بده يسجل، والوحدة نزل بنفس التشكيلة تبع أول مباراة اللي هي مجد وشريف وهاني دريبي وعلاء إدلبي و إذا فرق أربعة بكل مصلحة فريق يامن الجيش يامن، والكرة بتمتد أربعة بكل مصلحة فريق الوحدة اللي شفناه بالشوط الأول. هاني دريبي سجل 8 نقاط، مزعربش 8، شريف العش 6 نقاط، زكريا حسين 5، وعلاء إدلبي 3. وبالتالي أيضا كان عندنا ثلاثيتين لزكريا الحسين وشريف العش، 3 نقاط كانوا لفريق الوحدة. والنقطة رقم 33، النقطة رقم 33، وهاني دريبي، هاني دريبي من 3 نقاط. الثلاثية الثالثة عم نشوف 3 ثلاثيات لفريق الوحدة، بينما سجل للجيش ويليام حداد 8، رامي مرجاني 9، حكم عبد الله 5، وعمر الشيخ علي 2 نقطة. وهي هي النقاط ال 24 سجلت مع نهاية الربع. خطأ على علاء دلبي، صفر الحكم أيمن صلاح، عم يراقبوا بعض بشكل قوي جدا الفريقين، خاصة على مفاتيح اللعب. فرق 7 بكل مصلحة فريق الوحدة، 33 6
26 اسيست جميل حلو كتير، والتسديده ونقطه طلعه بيكونوا لفريق النقطه رقم 28 عمر الشيخ علي 33 28 فريق خمسه النقطه رقم 7 وايضا نقطتين عم بيكونوا لهاني بريد عم نرجع نشوف سله حلوه عم بيكون ورد سريع النقطه رقم 10 لهاني رجع الفرق 7 35 الوحدة 28 الجيش بداية مبشرة كابتن نعم بداية أفضل عم نشوف فريق الوحدة دائما عم يكون يحاول يفوت بالهجوم السريع وعم يحاول بشكل قوي على الريباوند الهجومي هجمة مرتدة لفريق الجيش لويليام حداد افضل مسجل حتى الان عم نشوف هاني دريمي اللي عنده 13 نقطة من اصل النقاط ال 35 اللي مسجلهم الفريق بينما افضل مسجل بفريق الجيش رامي مرجاني اللي عنده 11 نقطة نقطتين ايضا نقطتين الشريف الاش دخول ممتاز كان تحت السلة 37 28 37 28 تقدم فريق الوحدة رامي بياخذ خيار التسديد وبترتد الريباوند عم بيكون للادربي ولفريق الوحدة الانشط مثل ما عم نشوف بعد المراحل الاخيرة كانت في الربع الثاني وبداية الربع الثالث علاء ادربي مجد دخول تحت الاسيست كثير حلو كان لكن عم تخرج على الوقت عم يكون في تبديل رح يرجع يدخل انس محل ويليام حداد بده يحاول فريق الجيش ينظم نفسه اكثر تكون هجماته محكمه اكثر عم نشوف في بطء بتحضير الهجمه بالبدايه و ست دقائق وربع تمام رامي مرجاني عمر شيخ علي عم يلعب بأربعة برا عم يلعب حكم عبد الله تحت السلة حاليا الفارق صار كبير 9 نقاط فريق الجيش بده سكور أكبر فارق عم بيكون 37 28 37 28 مصلحة فريق الوحدة يعني عم يروحوا الفرص السهلة فريق الجيش كمان كله عم يرتد بهجمات سريعة كله تيرن اوفر عم يرتد بهجمات سريعة شفنا فقد الكرة ويليام بهجمة مرتدة كان ممكن تكون سلة مضمونة لكن التيرن اوفر خلى الامور معكوسة بيروح مجد عربشة على السلة بهجوم سريع بياخد رميتين فاول نشوف مجد عربشة ونشوف الرمي الاولى بينجح بتسجيلها نقطة رقم 38 فرق 10 عم بيكون مصلحة فريق الوحدة رميتين 39 28 39 28 اكبر فرق بيكون حتى الان بالمباراه فرق 11 لمصلحه فريق الوحده اللي بالوقت اللي قدر يعادل فريق الجيش بالربع الثاني 17 17 عاد وتقدم وحافظ على تقدمه حتى الان حتى الان لاعبين اللي حملوا رقم 4 بالفريقين علاء ادلبي وانس شعبان شد عصبي كان واضح نشوف لاعبين اللي حملوا رقم 4 بكلا الفريقين انس وعلاء طبعا يعني بتحسب المباراه كل سله واضح طبعا كثر الضغط والاحتكاك عم يولد نوعا ما نوع من القسوه والخشونه رجع دخل على ادلبي بياخذ تكنيكال فاول هو وانا الشعبان
يعني احتكوا بعض خارج وقت اللعب لما كانت اللعب واقف. كرة مع الوحدة، هاني البيبي على ثلاث نقاط لجميل الزير، واحد واحد تحت السلة، بيسدد لكن ما بيسجل، لكن الريباوند الهجومي من هاني ما بتنجح، تروح لأنس شعبان، ترتد الهجمة لفريق الجيش. يعني عم حس لاعب فريق الجيش بعيد عن السلة، ما هو فعال. فاول على جميل صدير، بندفع على الكرة. شوف الإعادة، الخطا ارتكب على رامي. انس شعبان، رامي مرجاني، دخول تحت السلة، ويليام تحت السلة لعمر شيخ علي اللي بيضيع الكرة. يعني توتروا نوعا ما فريق الجيش، صار بداية الهجمة بطيئة لكن هي بنهاية الهجمة متسرعة. كمان الكرة بتروح بتيرن اوفر من فريق الوحدة، تيرن اوفر عالي جدا. فريق الجيش مطلوب منه حاليا انه ينزل الفرق، لانه فرق 10 فرق كبير بهذا الوقت من المباراة بالنسبة للفريقين. حلوة كثير عم تكون الثلاثية، هذا اللي كان هدف مدرب فريق الجيش من وجود حكم عبد الله، الثلاثية اللي حكم عبد الله. وبينزل الفرق الى 38-31. سبع نقاط، مجد عربشان بيحاول يدخل. بينزل الفرق اذا الى 8. رامي حاول يستفيد فريق الجيش، لكن في خطا كان من مجد عربشي على رامي. مثل ما بنشوف عادة في كرة جانبية عم تكون مصلحة فريق الجيش. أكيد ثلاث نقاط تسجلت قبل لحظات، أعطت فرصة للفريق ليرجع لجو المباراة. حاول ينزل الكرة الآن، أيضا محاولة ثلاثية وناجحة عم تكون. حلوة كثير عمر الشيخ علي، ست نقاط متتالية عم بتكون بتنزل الفرق لخمسة، 39-34. 39-34 ينزل الفرق لخمس نقط كابتن بعد ما وصل لل 11. نعم، عودة كويسة لفريق الجيش، هذا وقت مهم من المباراة. شفنا اللي سجل النقطتين واللي سجل الست نقط الأخيرة، ثلاثتين من لاعبين الارتكاز حكم عبد الله وعمر شيخ علي. طبعا هذا الشيء اللي كان عم يرسل مدرب فريق الجيش لما نزل حكم عبد الله على شوط واحد على خمسه، على شوط الثاني كم اللي موقع الفول وراه، على شوط حافظ عليك عمر بالملعب، احنا افكار مع عمر، انا بتهيت عليه حط الطابع تاني. هاي واضح تماما، يعني الكابتن هادي اللي ما كان هادي ابدا اللحظات شفناه بتوجيهاته للمدربين. هي في شد عصبي، ضغط على المدربين، هذا امر اكيد ضمن الحدود الطبيعيه اللي بنشوفها بتعامل المدربين مع اللاعبين، خاصه باللقطات المستقطعه. كابتن هادي درويش اللي هو سادس موسم مع فريق الوحده وقادوا الى بطولتين دوري 2014-2015، ايضا ثالث بطوله دبي 2012 ونهائي الكاس مرتين لعب الوحده، لكن ما قدر يفوز باللقب امام الشراء والجيش. اكيد بده يحاول يكون في يعني اداره نادي الوحده بالتاكيد، وكل المهتمين بالفريق، عوده الف البطولات للفريق. مقابل الفريق الجيش بيحاول يحافظ على ما حققه في السنه الماضيه بشكل كبير على مسار كان بكره السله السوريه.
استقرار حقيقة. مغامرة كانت أيضا، يعني ربما نسميها مغامرة بمسألة الأندية الآن بدأت أيضا تركز كثير على المدربين الشباب وأعطاهم فرص، هي شغلة كثير كويسة ما في شك، مدربي خبرة كثير مر وخدموا الفريقين بشكل كثير كبير، لكن بالأخير لابد من إيجاد رافد مجدد يكون في أيضا كوادر تابع وتستلم المهمة والراية بشكل جيد. هذا اللي شفناه به المدربين سواء خالد أبو طوق مع الجيش، بالنسبة لي الكابتن هادي مع فريق الوحدة. الوحدة طبعا منزل الفرق لكابتن قائد حاليا 39-36. فريق الجيش عم يدافع بشكل جيد، فريق الوحدة ما عاد قدر يطلع بالهجوم السريع مثل الأول، وجود 5-5 دائما عم يكون بالهجوم لمصلحة فريق الجيش. هسه فريق الوحدة يبقى محافظ على الفارق، وهذا اللي حصل، بيحتسبوا النقطتين وبيحصل ايضا على رمية 41-36، برجع الفرق 5. مجهود الحلو الريباوند الهجومي اللي عم يجيبه هاني دريبي، في نادي يخلي يجيب هجمات ميتة لنادي الوحدة. فرق 5، لاعبين المنتخب اللي عم نشوفه الكابتن بمباراة اليوم، ان كان بالنسبة للوحدة مجد عربشي، جميل الصغير، ايضا بالنسبة لهاني، يعني تقريبا الفريقين لاعبين دريبي حق الان سبع لاعبين، ما في تبديل بشكل صحيح. كبير ايضا فريق الجيش عم نشوف عمر الشيخ علي وخليل اخوري ويامن حيدر لاعبي المنتخب، والكل خطا عم يكون على عمر الشيخ علي. رميتين راح يكونوا لفريق الجيش، عمر سجل 7 نقاط اول رمي بينجح فيها 41-37، ينزل الفرق لاربع نقاط وبيبقى على 4 نقاط لمصلحة فريق الوحدة المتقدم ب 41-37، فرق 4 لمصلحة فريق الوحدة. عند الفريق الجيش نزل الفارق لثلاث نقاط بعد ما وصل ال 11، صعب تحسم يعني المباراة الا في لحظاتها الاخيرة مثل ما هو واضح، قدروا الفريقين يعني عادوا من بعيد كما يقال، عندما كان متقدم الجيش قدر فريق الوحدة يرجع، وانعكست الامور الان رجع فريق الجيش، برجع بيدخل الادلبي وبيخرج زكريا الحسين بفريق الوحدة. نعم رجعوا الوحدة للخمسة تبع اول مباراة، طبعا الامور اختلفت نوعا ما، فريق الجيش عم يلعب بسرعة صار اكثر بوجود حكم عبد الله تحت السلة ثلاثية تاس كان هجوم سريع العربشي علاء دلبي على دخول تحت السلة ونقطتين، اختراق ممتاز كان تحت السلة وبسجل نقطتين اول نقطتين لعلاء في المباراة 43-37 بهالوقت عم شوف وسام عم بيحضر حاله لا يدخل مع فريق الجيش او النقطة الخامسة عفوا اللي على ادلبي 5 نقاط حتى الان لعلاء، والنتيجة عم تبقى 43-37 فرق 6 عم يكون غياب للريبون كان واضح بهالكرة الوقت اللي بيدخل وسام في ريباوند الهجومي مثل ما قلنا لهاني دريبي كثير قوي. حاليا فريق الجيش عم ينزل وسام يعقوب محل عمر الشيخ علي، خرج عمر الشيخ علي ودخل وسام نسبة طول تحت السلة يأمن الريباوند دفاعي بهالوقت. ايضا عم نشوف سيد لواء موفق جمع رئيس الاتحاد الرياضي العام اخذ مكانه الرئيسي في المنصة الرئيسية وتابع المباراة. ايضا حضور سيادة لواء موفق جمع رئيس الاتحاد الرياضي العام ايضا يعني انضم لمتابعة المباراة من على المنصة الرسمية. امس ايضا كانت المباراة النهائية لمسابقة السيدات، اعود واذكر بان هذه المباراة عم نشوف صورة حضور رسمي في المباراة غدا
وعبر القناة التربوية أيضا تسجيل مباراة الأمس اللي فاز فيها فريق الثورة على الوحدة سيدات بفارق نقطة واحدة 54-53. المباراة ستبث غدا الساعة 8:00 مساء وعبر القناة التربوية. 45-37 رجال الفرق عم بيكون 8 لمصلحة فريق الوحدة. نعم مثل فرق 8 فرق 8 فريق الجيش عم يعني فريق الوحدة شايفين الريباوند الهجومي اللي عم يطلع عليه هاني دريبي تدوير الهجمة بشكل يعني متمرس. برافو وليام حداد عم ياخد كرة من هاني دريبي ويطلع يحط سلة. الفرق 6 نقاط رجع مثل الفرق لستة 45-39 بحاول فريق الوحدة بهالكرة الحلوة اللي عم تكون لكن الوقت عم يكون لمصلحة فريق الجيش ومن سلة إلى سلة لكن الوقت انتهى وبينتهى الربع الثالث إلى تقدم فريق الوحدة 45-39 45-39. هذا يعني أنه فريق الوحدة سجل 15 نقطة وأيضا 15 نقطة لفريق التعادل عم بيكون كابتن 15 نقطة لكل فريق بالنهاية. الشوط الثالث تعادل طلع هو مصلحة الوحدة وصل العشر نقاط. الجمهورية بطولة السلة والوحدة يتقدم بفارق 6 نقاط 45-39 بعد ما انتهى الربع الأول إلى تقدم فريق الجيش 15-11 من الربع الثاني تقدم فريق الوحدة 19-9 وبالربع الثالث التعادل ب 15 نقطة لكلا الفريقين والمحصلة بفارق 6 لمصلحة الوحدة 45-39. الربع الرابع والأخير كابتن هلال. طبعا النتيجة متقاربة ممكن يصير أي شيء بالربع الرابع بظن حاليا وجود الطول بفريق الجيش وجود سامي يعقوب الفريق الوحدة يخفف من الدخول لكن بده يطلع كثير فاست بريك. هذا الشيء بده ينتبه له فريق الجيش. بنفس الوقت فريق الجيش بده ينتبه بده يكون حكم عبد الله هو عم يسحب الدفاع ويشوف الناس الفاضين. شايفين هاني الريبي صار يطلع لبرا لانه وسام يعقوب موجود تحت السله لكن ريباوند الهجومي الكتير اللي عم يجيبه ويشارك فيه نادي الوحده كثير عم ياثر على كسب كرات عديده ما كانت لازم تكون لفريق الجيش. هذا الربع صعب رح يكون بالتاكيد على الفريقين ومدربين الفريقين كابتن ما في شك يعني مباراه صعبه يعني هي ماشية بنفس الرتم من أول مباراة لآخر المباراة ما اختلف شيء كثير نفس اللاعبين تقريبا مع تبديلات بسيطة. عم شوف
حاليا وجود وسام يعقوب عم يلبك ويخلي صعوبه لفريق الارتكاز فريق الوحده. حكم عم يدخل تحت السله لكن في مباراه قوي صحت فريق مرتد الوحده دائما. كره على ثلاث نقاط لعلاء ادلبي ما بتتسجل، لكن هاني دريبي عم يجيب كمان الريباوند الهجومي. يعني فريق الجيش عنده مشكله بحجز هاني دريبي اللي عم يشارك على كل الكرات الهجوميه. الكره بالتاكيد الى حساباتها، يعني الان بالدقائق او الثواني حتى الان بتمر من الربع الرابع ما بين فرحة انصار الوحده بالتاكيد بتقدم فريقه وشعوره بان الفريق فعلا عاد الى وضعه الطبيعي من منتصف الربع الثاني حتى الان، مقابل يعني تحفظ بعض الشيء من انصار فريق الجيش اللي كانوا بداوا بشكل مبكر. هي كثير الثلاثيه عم بتكون ثلاثيه رائعه كانت لشريف العش، ثلاثيه رائعه لشريف العش 48-39 فرق تسعة عم بكون لمصلحة فريق الوحدة. الحل كيف رح يكون من فريق الجيش؟ زادت نسبة الطول عم نشوفها الآن بوجود وسام وحكم هلا رح يدخل أيضا رضوان حسب الله. حكم هون بابي ما حكم طلع عندي خليه بابي ما حكم وسام انس ليتس بينات اخوان سيرجي اخوان شوف لي هي الشوط عمل لي جود سكرين شوف هي الشوط هون فري بوينت شباب يلا نروح الجيم هلا الربع الرابع. المباراة ليست فقط بأرض الأنصاري بل على مدى الرجال حتى نشوف الأنصار الفريقين التفات حلوة كانت حقيقة يعني ما بين الفريقين من بداية المباراة حتى الآن حتى بطريقة أحيانا نشوفها ببعض الاستفزاز يحصل فريق إلى آخر لكن كان بشكل إيجابي وليس سلبي. هي للأمانة حتى ما يقال إنه والله أنتم بتجملوا أحيانا الصورة. رامي غريبة غريبة بتضيع الكرة العودة القوية شوف القلب القوي الكبير اللي كان بهالكرة لعلاء ادلبي. ما تا رامي مرجاني ما حاسب حساب لاعب ثاني جاي من ورا كمان اجى على رامي البلو ولانا انس وخالد هاللقطة بأي لحظة حلوة كثير كانت بالحالة الدفاعية اللي كانت لعلاء بقطع الكرة من رامي. كل الأحوال كثير الدقائق الآن شوف شو راح يصير. هاي عم يرجع يشوفه كابتن مو شايفه لا مو حسب وجهه شوف القوة عند يعني علاء بهال الكرة فرق 9 عم يبقى 48-39 انس شعبان لرامي مرجاني حاول الدخول تحت السلة حتى حاولت التسديد ما عاد قدر. هاي الفرصة كثير حلوة للتسديد والتسجيل لكن الكرة بترتد والريباوند عم بيكون بها الكرة لمصلحة فريق الوحدة بسيطر عليها منار. الكرة عم بتكون باتجاه شريف العش شريف منار حمد محاولة التسديد والتسجيل ناجحة ما بتنهي هاي الفريق
هذه مجد عربش لنا أبطان لمجد عمشين يعادوا مجد مسجد إذن أبطان 50-39 برجع الفرق لـ11 وهو أعلى فارق وصل له فريق الوحدة إذا يرجع له الآن بعد ما نزل الفرق لـ3 شوف التحولات اللي عم بتصير بالمباراة وبرجع راني بيسجل نقطتين لفريق الجيش وبينزل الفرق إلى 9 50-41 9 صح فريقنا مجد دافع وين لسه طلع مجد عربشي محاولة ثلاثية منار والكرة أبدا حاول بالثلاثية في خطأ كان طبعا خطأ بالريبان فاول الوحدة نرجع نشوف الكرة فريق الجيش حاليا فيها الكرة كانت على شريف متأخر بفارق 9 نقاط لازم تكون هجمته بسرعة مرة ثانية مبدية هجمة سريعة ممكن يستفيد منها فريق الوحدة مبدية راح يكون في خطأ من أنس شعبان لأوقف هي دخول قوي كتير كان لمجد لشريف فيها الكرة شريف العش ست دقائق وثلاثين ثانية نتمنى عم نشوف ست دقائق ونصف تماما 50-41 أول رمي بينجح شريف بتسجيله نقطة رقم 51 نقطة رقم 52 مقابل 41 عم بيحافظوا على الفرق فرق 11 عم يقل لمصلحة فريق الوحدة رامي مرجاني خيار التسديد الثلاثية بترتد والربان ضم يكون لمصلحة فريق الوحدة والانطلاقة السريعة عم بتكون محاولة أيضا كسب الهجمة بشكل يعني جيد وتدوير الكرة بالنسبة لفريق الوحدة اللي ب 11 نقطة متقدم وفارق 11 الثلاثية لهاني والكرة لكن في خطأ عم بيكون لمصلحة فريق الوحدة وخطأ على رضوان لحظة التسديد رح يكون في عندنا كابتن طبعا كان خيار في خلل دفاعي فريق الجيش في تدوير كرة جيد من فريق الوحدة ولعب بحرص خاصة انه متقدم فريق الجيش سرع صار بده الكرة بده يلعب بسرعة هذا الشيء يعني بيأثر كثير على انخفاض النسب هذا الشيء اللي عم يصير الجيش اذا بده يربح بده يكون وضعه الدفاعي احسن شوف الرمية الاولى لهاني ادريبي بينجح بتسجيلها نقطة رقم 53 عم يرتفع الفارق ل 13 نقطة هاني دريبي لاعب المنتخب وبطول 202 سنتر الرمية الثانية بدي والرمية الثالثة طبعا كانت محاولة تسديد احنا شفنا برمية ثلاثية وبالتالي كان في 3 رميات اللي هاني الرمية الثالثة وأيضا تفشل وما بتدخل 53-41 أفضل مسجل حتى الآن هاني دريبي في فريق الوحدة مسجل 18 نقطة مقابل ما نشوف 5 دقائق و53 ثانية على النهاية ويليام حدا الأفضل مسجل 12 ورامي مرجاني اللي عنده 13 نقطة بفريق الجيش كأفضل مسجل بفريق دقائق المتبقية طبعا كان في سيناريوهات مختلفة في المباراة رضوان محاولة على الخط كان وبالتالي سجل كان حيكون نقطة لكن ما سجل مع إصابة عم تكون كانت للاعب الجيش وليام حداد برجع بتابع المباراة
طبعا بعدم توفيق الهجومي، عدم وجود ريباوند هجومي فريق الجيش، وجود الريباوند الهجومي القوي بفريق الوحدة، وحاليا قدر انه يوصل المباراة لهالنتيجة. بظن ما فريق الجيش من الصعب انه يرجع لمباراة هو عم يلعب بهاي الطريقة. دفاع الوحدة حافظ لاعبين الجيش، إضافة لأنه في شوي بطء ببدء الهجمة. فرق 13 بيكون 54 41، والرمي الثاني لزكريا بينجح من تسجيله. فرق 14 نقطة، أكبر فارق عم تصل له المباراة، 55 41 لمصلحة فريق الوحدة. طبعا فارق كبير. هذا الشيء كان في العقم الهجومي اللي عند فريق الجيش خاصة تحت السلة. وجود دفاع قوي بفريق الوحدة لهاني دريبي، جميل صدير خاصة اللي كانوا عم يسكروا كل المنافذ لرامي مرجاني. أنا ويليام رامي ماتوبان حكم شباب راك حالة سيطان بدك تسرع شوية ريباوند خاصة خليها سريعة الأب، يعني ريبل لهون بنعمل دبل سكرين مع رامي، شوف الشوطة هون شباب بعطي أكيس كمان خليك شايف الشوط شباب بدنا نجيبها بدنا نجيبها لا توقف لحد يوقف ويرجع ترانزيشن ديفنس يلا شباب بعد هو الطويلة خمس دقائق 21 ثانية. أكيد الربع الرابع كابتن رح يكون هو أبطأ الأربعة لأنه متوقف اللعب كثير، طبعا بيكون في فولات كثير، تايم أوت أكثر، واضح تماما هذا الشيء طبعا، لكن واضح أيضا وبشكل صريع نتيجة المباراة حتى الآن الفرق الأكبر عم بيكون بفرق 14 نقطة لتقدم الوحدة 55 41 للجيش. الدقائق المتبقية كابتن، الدقائق المتبقية راح يحاول الوحدة انه يطول له هجمته للجيش يعني مشان يكسب اكبر عدد من الوقت. حاول الثلاثية غير موفق رامي مرجاني، طبعا كثر الضغط النفسي كمان ممكن يأثر على نسب اللاعب. رامي بالعادة بيحط هدول التسديدات. الكرة مع الوحدة، عم نشوف الوحدة في مجهود بدني كبير شفناه بالمباراة كابتن، نعم من فريق الوحدة شغل كتير كبير، كان بالارتداد السريع او عقده بالحالة الدفاعية، في عمل دفاعي كبير. طبعا هي المباراة طويلة، اللي يأثر بالمجهود ما فيها التبديل الكبير، يعني نفس اللاعبين عم نشوف، يعني لو في هذا الشيء اللي عم نحكيه تماما بالنسبة لهم، نشوف الرد السريع بسرعة الارتداد عم بتكون بالنسبة للفريق، ودفاع الضغط حلو عم بيقوم فيه فريق الوحدة، واللي بيرفع رصيده الى 59 41 فارق عم يكبر، ومحاولة تقليص الفارق كانت من فريق الجيش. يعني بتشعر الان انه فريق الجيش يعني عم يستعجل التسديد، يعني التسجيل. طبعا هذا بده يسوي هذا الشيء لانه هو متاخر فرق كبير 17 نقطة، فرق كبير كثير بالربع الرابع. بعكسه فريق الوحدة عم يلعب براحة نفسية ومسيطر على تقريبا على المباراة. عم نشوف فريق الجيش بده يطلع يسار يجيب السلة بأقصر وقت. ويليام عم يسدد. بظن لازم فريق الجيش حاليا يلعب بدفاع ضاغط أقوى. ومرة ثانية لازم تضيع من رامي مرجاني. سلات سهلة عم بتضيع، كان بيكون في خطأ. تسعة وخمسين 53 برجع بيدخل عمر الشيخ علي وبيخرج وسام يعقوب بفريق الجيش كابتن. يعني هو في وقت لكن ما شكل اللعبة انه بتجي خاصة عدم التوفيق اللي عم يلازم فريق الجيش. لا
عم يلعب فريق جيش حاليا بقطاع داري سيزون 3. لا صار الوحدة عنده الشعور انه المباراة يعني رايح لهم، وبالتالي عم يعلنوا فرحهم من الان، لكن بعد في وقت حياة يعني مثل ما شفنا بثواني يعني نهاية الربع الثاني او اذا الفريق الوحدة يرجع لي يعني المباراة يسجل ست نقط بالتالي المباراة كلها تسلمت حتى اللحظات الاخيرة بدها يعني ضبط اعصاب من كثير من اللاعبين، لكن لا يعني تشوف انه كثرة العصبية طبعا خروج اخطاء الخمسة اول رمية بينجح فيها مجد عربشي والنقطة رقم 60 مقابل 43 فرق 17 نقطة والفرق 18 61 43 مجد عربشي النقطة رقم 16 لأنه ثاني أفضل مسجل أسيست حلو كثير لعمر كان من رامي مرجاني، لكن في خطأ عم بيكون لمصلحة فريق الجيش. هاي المباراة اللي عم نشوفها الآن واللي مجرد وجود نجوم الضاحية عم يتابعوا المباراة يعني بالمنصة الرئيس وفي مقعد الضيوف كابتن طريف قوطرش الدكتور ماهر خياط اللاعب السابق لاعبين السابقين كلنا نتمنى حقيقة أن يكون أيضا نجمنا الكبير أنور عبد الحي موجود معنا، نتمنى له الشفاء العاجل وبالسلامة إن شاء الله لأيقونة كرة السلة السورية إن شاء الله أنور، وإن شاء الله بالسلامة ويتجاوز المحنة اللي يعني مرت عليه ويرجع لأننا كأحد رموز كرة السلة السورية والرياضة السورية اللي بنعتز فيهم بشكل كثير كبير. طبعا الحقيقة أنور نجم كثير كبير، الكل هلا عم يتمنى له الشفاء، ان شاء الله هو الاخبار الطيبه انه ان شاء الله يا رب دعوات له ويرجع يتماسل للشفاء ان شاء الله بشكل بطيء، هو هذا المرض هي طبيعته، ان شاء الله هو بيكون صامد، العالم اللي مع دعوات المحبين الكتار وان شاء الله بيرجع مثل ما كان، خاصة انه مثل ما قلنا الاخبار فيها تفاؤل الحمد لله، وان شاء الله يا رب بيرجع مثل ما نعرف الكابتن انور كما ذكر ايقونة السلة السورية، وبنفس الوقت حقيقة حافظكم بسلة السيدات لأول مرة كابتن هلال، الرحمة لمدربنا جورج زيدان رحمة الله عليه، كملتوا المسيرة بالتأكيد والعمل الحلو اللي كنتوا عم تشتغلوا عليه وعم نتوج جهودكم اليوم بنادي الثورة بالفوز بلقب البطولة. الحقيقة جورج الله يرحمه كان زميل إعلامي حقيقة وبقلوبنا وإنسان كبير يعني بالقلب وبقلوب محبي كرة السلة السورية، إنسان متعدد النشاطات كان مدرب أو إعلامي كان من أنشط الناس أكثر الناس إخلاصا للعبة ولنادي الله يرحمه. أنا بعرف معازته الشخصية بالنسبة لك كنتوا توأم حقيقة بكرة السلة بنادي الثورة وتوجتوا جهودكم، تحية لكل من ساهم بهذا الفوز بالتأكيد. نحن نسال عندما تتصل خارة المنافس والألقاب حقيقة المهندس السلام علاء ورئيس النادي حضرتك كمدرب الفريق بقية الجروب يعني حقيقة الكادر خلينا نقول كادر كتير كبير هون المباراة كابتن يعني حقيقة بدأت يعني توضح معنا بشكل كتير كبير مع وصول الفارق بشكل كتير كبير 62-47 مصلحة فريق الوقت 15 نقطة والوقت المتبقي يعني دقيقتين يعني الامور اصبحت الوقت قصير بالنسبه لهذا الفارق، بظن الوحده حسم المباراه. نعم هي الخطا اللي كان فريق الجيش في جميل يصير عن الفارق الى 16 والنقطه رقم 11 الى له 63 نقطه والنقطه 64 64-47 اذا لمصلحة فريق الوحدة الذي يقترب رويدا رويدا كابتن من الفوز بلقب مسابقة الكأس، كان في اعتراض على حكام الطاولة باللقطة السابقة الكابتن هادي كل الاحوال سوري
شوف يعني مهما كان طبعا فريق ربحان 100% مباراة ذهبية لك ومباراة فارق النقاط ما له أي تأثير صحيح. هي مباراة نهائية ما بظن إلى هاي يجب أن يكون من اسمه نصيب كابتن هادي أنا بعرف هذا التوتر الزائد يعني ما له وجوه طعمة بهذا الوقت كل أحوال هي مباراة إلنا رح يكون فيها ضغط أنا قبل المباراة هي التقيت كابتن أبي دوجي ويعني قال هي مباراة بالدرجة الأولى إلى علاقة بالتركيز النفسي ممكن يشوفه من اللاعبين اليوم قديش ممكن يحافظوا وبكون مركز أكثر هنا رح يربح من الحالة النفسية ركز كثير على النفسية هي كان قارئ المباراة إنما تبدأ بهالشكل يعني طبعا هذا الشيء اللي خلى الوحدة يربح فاد التركيز فريق الجيش بمنتصف الربع الثاني كان متقدم بفارق 4 أو 6 نقاط انقلب الربع ينتهي ب6 نقاط للوحدة هجوم سريع بطء بالهجمة وبطء بالعودة للدفاع سبب سلات سهلة للوحدة قدر الوحدة انه كل ما تقرب الوحدة المباراة للنهاية يقدر يسيطر على المباراة اكثر وفريق الجيش يكون عم يلعب ب 65-48 صعبة 65-48 حلو كثير كانت اللحظات الأخيرة من المباراة 67-48 و67-48 لمصلحة فريق الوحدة فرق 19 نقطة فرق 19 نقطة فرحة كبيرة كثير على الكون بالنسبة للاعبين حياة قدر فريق الوحدة الربع الثاني كابتن يسيطر على المباراة بعد ما عمل التعادل وحافظ على الفارق كان يزيده ورفعه بشكل كتير كبير احيانا ينقص وصل الى 11 طريقه الى 13 الان عم نشوف الفرق وصل الى 19 نقطة وبالضبط لا 20 الان 68-48 تأكدنا يعني مع عدم وجود طبعا اللوحة الرئيسية عبر اللوحة الالكترونية الموجودة على طاولة الحكام فارق 20 نقطة فرق كبير فرق كبير طبعا يعني ال7-8 نقاط الأخيرة وهو المباراة الثانية مع الاتحاد خسر فريق الجيش كابتن الجيش منهك يعني من المباريات الثلاثة اللي لعبوا مع نادي الاتحاد أثروا عليه بدنيا بهالمباراة إذا بعد غياب يعانق الوحدة الألقاب كابتن هلال بعد طبعاً. غياب العام الماضي كان للجيش صحيح كان كله وهي حلاوة قبل موسم هي حلاوة السلة السورية ترجع الفرق مثل ما بنعرفها كاملة قاربت المنافسة يعني الجيش الوحدة الاتحاد الجلاء شفت الحضور الحلو الكرامة في الموسم الماضي بقية الفرق اللي عم تجتهد كل ما اتسعت الخارطة هذا رح يكون لمصلحة اللعبة كابتن وترجع يعني يتعزز ألقى بشكل ما بنعرفه يعني طبعا برافو لفريق الوحدة هاردك لفريق الجيش ما كان حدا متوقع انه تكون سيناريو المباراة بهذا الشكل لكن كل شيء ممكن يصير بالمباريات النهائية لأنه هي مباريات آخر ثواني في المباراة وتألق كبير عم نشوف حياة لفريق الوحدة يستحق حقيقة الفوز عرض خميس عرض جيد على المستوى الفردي والجماعي على طريقة إدارة المباراة المعصبية اللي كانت في المباراة طبعا نحن نستمريبك بعد نهاية المباراة في متابعة أجواء التتويج هنا من أرض صالة الفيحاء إذا ألف مبروك لفريق الوحدة الفوز بلقب مسابقة كأس الجمهورية 61-51 إذا المباراة تنتهي بفارق 17 نقطة بفارق 17 نقطة فرحة كبيرة نشوفها في أرض الصالة مع فرحة أنصار فريق الوحدة اللي نزلوا الآن إلى الصالة بالإعلام البرتقالية هي في النهاية تفوز كرة السلة السورية حقيقة عدد المشاهد مستويات جيدة ربما المباراة كان متوقع مستوى الفني يكون أفضل لكن أكيد ضغط المباراة بيأثر بجانب أو بآخر وبنفس التوقيت مباراة نهائية كائنا ما كان وضع الفريقين حتما حيكون في ضغط وتركيز
شوفوا الفرحة الكبيرة اللي عم بتكون على المدرجات، صالة الفرحة اللي عم بتعيد الزمن بهذا الجمهور الرائع وهذا الضبط الرائع، هو الفوز الأكبر. هذه سوريا الحبيبة التي دائما وبأبنائها الرائعين وبعشاقها الكثر حقيقة هم من يعطونها الأمن والأمان ويساهمون أكثر في بقاء البلد سوريا الحبيبة واحدة موحدة. هو اللقطة التذكارية أو هي اللقطة التذكارية التي تبنيناها في قص الشباك، من حق اللاعبين أن يسمحوا، لكن أنا شخصيا لا أتمنى أن نساهم يعني أي لقطة تؤثر على أي أداة من أدوات الملعب لنحافظ عليه. نحن بحاجة إلى أن نلصق لا أن نقص، رغم أنه من حق اللاعبين وهذا عرف متعارف عليه. أتمنى يعني لو نحافظ على كل شيء، نحن في وضع نحتاج إلى محبة الجميع، لكن ربما الفرح ليس له حدود، وهي مرة في العام يقول لك، وربما يقول لك فيما بعد يا أخي أنا سأتبرع بثمن شبكة. بكل الأحوال لم نصادر فرحة اللاعبين، هذا من حقه بالتأكيد. وبكل الأحوال شكرا للفريقين، شكرا للوحدة وشكرا للجيش كابتن على يعني العرض اللي تابعناه. مبروك للوحدة، مبروك للثورة أيضا سعيد السيدات. الله يبارك فيك، مبروك للوحدة، هارد لك لفريق الجيش، أول مسابقة بالموسم، مسابقة قوية، مسابقة كأس الجمهورية، مباراة كانت مستواها الفني متوسط، لكن فريق الوحدة عارف كيف يتعامل. بانتظار حمل الكأس، إذا أنا نشوف الآن كأس السيد رئيس الجمهورية، إذا ما بالتالي يرفع فريق الوحدة بهذا الفرح الكبير حقيقة. سرق أجواء الصالة إلى المدرجات وأشمع تفاعله ومحبته وتشجيعه بلحظات المباراة. هو مشهد يلخص حقيقة حاجة السوري وحاجة كل عاشق بالتأكيد إلى استقرار سلفي أرض سيادة اللواء الرياضي العام في أرض الصالة. أيضا دكتور ماهر خياط عضو مجلس الشعب ونائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، مصافحة طاقة تحكيم هذه المباراة أستاذ إسماعيل حلواني عضو المكتب التنفيذي، أيضا بالنسبة للكابتن طريف قطرش وعضو ممثل ممثل مجلس الشعب الأستاذ مهند طه رئيس فرج الاتحاد الرياضي العام، والأستاذ غياث دباس مصافحة إذن اللاعبين، قبولات للاعبين، فرحة كبيرة حقيقة، كان تحدي كبير لفريق الوحدة. زميلنا جان أكيد لحظة كابتن هلال بتشكرك جدا وألف مبروك مرة ثاني فوزكم بلقب بطولة الدوري السيدات. الوقت اللي عم نشوف زميلنا جان قوزما يستعد لإجراء لقاءات بالتأكيد مع اللاعبين مع الاحتفالات الأخيرة. هذه اللحظات التي يتعب عليها فريق كامل عندما يكون هناك عمل على مدار موسم كامل. البطولة لا تأتي بالحماس فقط، لا تأتي بالدعم المادي فقط، بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى توظيف كل الإمكانيات المادية والمعنوية والنفسية والتوفيق. أحيانا تتوفر كل هذه العوامل ولا يتوفق الفريق، وهذه الرياضة بالتأكيد. إذن بعد أن يعني كانت الفرحة الكبيرة شفناها من اللاعبين، الطاقم الفني والإداري لفريق الوحدة اللي عم يستعد الآن لالتقاط الصورة التذكارية، تعب موسم كامل. مبروك للكابتن هادي درويش اللي كان ست مواسم الآن مع الفريق القادم للقب بطولة الدوري، انتظار رفع الكأس الآن يتقدم إذا لواء وفق جمعة تقديم الكأس إذا إلى فريق الوحدة، وفرحة كبيرة هنا على منصة التتويج. بالتأكيد ألف مبروك لفريق الوحدة الفوز بلقب مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة لهذا الموسم بعد مباراة مستحقة بالتأكيد وفوز مستحق. تتويج هذا الفوز سيكون له انعكاس كبير بالتأكيد. زميل جان أعتقد جاهز للقاءات، لكن معلش خلينا نشوف شوي
لحظات التتويج ومن ثم نسمع لقاءات مع اللاعب. نستمع معا الى نشيد الغالي لنشيد الجمهورية العربية السورية. عليكم سلام، أبت أن تزل النفوس الكرام. رحبة لشهداء الوطن والتحية لكل السوريين الصامدين الشرفاء، بالتأكيد بفضلهم جميعا. ها نحن نبقى بحياة مجددا وسيبقى هذا